من جديد أهلا بكم. بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يتعدل ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد أن أصبح ابنها البكر ووريثها تشارلز أمير ويلز ملكا. بعد أن أعلنه والده الملك تشارلز الثالث وليا للعهد وأميرا لويلز بشكل رسمي، يستعد الأمير ويليام ليكون وريث العرش البريطاني. ويحظى الأمير ويليام البالغ من العمر 40 سنة بشعبية واسعة، وسيكون تحت المجهر أكثر بفعل انكفاء شقيقه هاري عن العائلة المالكة. يذكر أن الأمير ويليام ولد في 21 من يونيو من عام 1982 بعد عام من زواج والديه، ونشأ قدر الإمكان خارج الأجواء الملكية تماما كشقيقه الأصغر هاري. الأمير ويليام تخرج من جامعة سانت أندروز المرموقة في اسكتلندا، وعمل لمدة عامين كقائد للطائرات المروحية، لكنه تفرغ لمهامه ضمن العائلة الملكية وذلك في عام 2017.